الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، نرحب بك ونشكرك شكرا جزيلا على إعطائنا هذه المساحة من وقتك الثمين. فهل نستطيع أن نتوجه بكلمة لطلابنا لنأخذ بأيديهم ونقول لهم أنهم يستطيعون تغيير وجه العالم ليجعلوه أفضل؟ أتوجه بكلامي إلى أبنائي وبناتي الطلاب وأقول لهم نحن لن نأخذ بأيديكم، ولكن أنتم ستأخذوا بأيدينا، لأنكم بخيالكم وقدراتكم صناع المستقبل. أنتم مستقبلنا، فنحن نود كما نعلمكم أن نتعلم منكم. أملي أن تعرفوا أن لا شيء في الحياة بدون اختيار. لكي تستطيع حسن الاختيار يجب أن تتمتع بالمعرفة وبالمهارة. هذا دور المدرسة معك. الشيء الآخر هو نصيحتي لكم بالمرونة والتنوع، لأن وظائف اليوم لن تكون موجودة غدا، فيجب أن تتعلم كيف تتعلم لتصبح مهيئا للتغيرات التي تحدث في الحياة. الاستعداد لوظائف المستقبل يستدعي كما قلت المرونة في التعلم، أي أننا يجب أن نقتنع أن بتغير الوظائف ستتغير المؤهلات، وأنت يجب وأنت يجب أن تكون وأن تكوني معا قادرين على هذا التغير. اللي أحب أقوله لكم أولادي وبناتي، احلم بلا حدود. الحلم لا يحتاج دراسة جدوى. الحلم جماله في أنه يختصر المسافات ويجعل المستحيل ممكنا. احلموا بلا حدود. اليوم في احتفال الطلاب في نهاية عامهم في مؤتمرهم مصر تستطيع بنا، الذي تخيلوا فيه أنهم أبطال المؤتمر القادم، فهل ترى أنهم قادرين أن يكونوا أبطال المؤتمر القادم حقا؟ أنا أرى أن أطفال اليوم وشباب اليوم قادرين على أن يكونوا أبطال الغد وبعد الغد. أنا أرى في الناس أفضل ما فيها، وأرى في الأعمال أفضل ما فيها، وما أراه وما سمعته وما اطلعت عليه يجعلني أقول لكم أيها الأولاد والبنات والشباب والشابات، أنتم فخر لبلادكم، فانطلقوا إلى الأمام. أستاذي الفاضل دكتور حسام بدراوي، جزاكم الله خيرا على هذه المقابلة الرائعة وعلى وقتك الثمين، وإن شاء الله سنتواصل معك قريبا لنخبرك بأن رسالتك أحدثت الفارق الذي تتمناه. شكراً.